زون ميكس نعطيكم نذكركم نتيجة مقابلة اتحاد بن قردين والجي اس كا 7 دقيقة لعب التقدم الاتحاد 2-1 في المقابلة قبل 20 دقيقة من نهاية المقابلة. نواصلوا حوارنا مع ضيفنا اليوم المحلل الفني والناقد الرياضي رضا بوراوي. سي رضا رحب بيك من جديد. مرحبا. باهي وصلنا لحكاية المطار القبيليكا. شو عملوا لك في المطار على حكاية الوصل؟ بعد ما تكلمت على الوصل ومحظوظين الوصل اللي خذوا البطولة ودايور اونتر بارونتيز من العام هذاك 2004 اليوم خداش قريب 17 سنة ما هزش تيتر صحيح. وقبل ما تهز التيتر هذا زاد غابت، هي عندها تاريخ وخذات بطولات لكن غابت. سيتي لا سوربريز لي كات بريتوندون او تيتر ما همش حاضرين عامتها. ما فماش ايكيب اللي قلقت الوصل حصلوا. فقلت لك المدام باش تروح باش تسبق، هي تروح قبل بعد شنة بعد جمعتين ولا ثلاثة. انا هبطت، انا وصلتها للمطار مطار دبي. فليجة حمد عملت ولا ادري شنو مدخل باش ندخل لها الفليجة ونعمل لها الانسكريبسيون في الكونتوار والكل. نلقى وليد هكا طويل واقف لابس كسوة، قال لي وين رايح؟ قلت له باش نوصل المدام الكونتوار نحط لها الفليجة ونرجع. قال لي لا ممنوع. قلت له علاه ممنوع؟ قال لي ممنوع ما تدخلش. قال لي المدام تدخل وحدها، يا ولدي في طولك يا ولدي في عرضك. انا ماشي كل شيء ما تجيش البالي هالمشكله نتاع الكره. حصلوا خصني باش نبوس ويدي الفليجه تقال شنو مراه بعد قال لك راه سبب كذا وكذا. اي استنى عندها دخلني خلي هاو باش ندخلك. اما المره الجايه ما عادش تقول الوصل خذيت الدوري بالحظ. قلت له والله تحب نقول لك؟ قلت له هذاك كلام تلفزيون، اما نقول لك الحقيقه الوصل خذيت الدوري عن جدار ويرحم والديك. خلي تفضل. دخلت حطيت الفليجه وراجع. قلت له قسما بالله لا عاد تشوفوه الدوري. اي لا اما لا هاوكا شوف فما حاجه باهيه فما حاجه انا كي نتكلم ما نقصدش معناتها ميشونستي ولا اللي في مخك تقول الكلام تاع لساني نقولها لا نخش لا نسبك لا نغلط عليك لا حتى هذا رايي. كيف علاقتك بالتوانسه غادي سي رضا في ابو ظبي سبورت؟ علاقتي كانت كلها كورجيه معناتها سي عبد المجيد عديت معاه عام الله يرحم والديه انسان طيب برشا. فما اللي توا مساعد في مع في مسير اسمه نسيت اسمه محمد باش عنا فيه نسيت اسمه حتى يعني. برشا علاقتي طيبه مع الناس كلهم تبع كان جماعه الكوره ما عنديش. زبير بايا مثلا كيفاش زبير. كيفاش علاقتك به غادي؟ علاقتي طيبه بالقدر انا وياه ما عندناش. انا شوف انت فما ايضا مهدي بن عبيد ده. مهدي بن عبيد كيف كيف؟ كل علاقتك بهم به به شديت صحيح فما واقعة صارت مع مقابلة الهلال والنجم. ما شبيه ما عجبكش الموضوع؟ لا نعاود نقولها. نعاودها ونعاود نقولها. فما فرق. قلقوا منك حبيبي توال. من حقه. لكن كي يتقلق ما يوصلش لحدود يفوت لحدود. انا ما مشيتش سوبورتير تونسي ونتشرف تونستي وما نحيش خشمي من وجهي. لكن فما ناس ما تفهمش الوضع. انا كرونيكور. انا كرونيكور نعاودها 50 مره. راني انا وقتها البلاتو هذاك اللي عملناه في نهار الماتش فينال البطوله العربيه في نهار الفينال لتوال والهلال شنو قلقهم؟ ما نحبش نحكي لك لي زاكوتي. ما نحبش نحكي لي زاكوتي. انا نحبهم مش نجيك ليهم بعد قبل ما نبدا. باش نقول لك انا قبل ما نبدا ما نحبش. وكان خالد بدره موجود وش اسمه المهدي موجود مهدي بن عبيد و تاعنا نتاع الاتوال زياد الجزيري موجود. وتو نوريك تصويره تو كي نكملوا الحلقه هذه في التليفون نتاعي هاو تو نوريك تصويره انا وزياد الجزيري بعد الحلقه. سي يعقوب السعدي اللي هو قاعد في البلاتو فما توانسه صحفيين ما نسميهمش بصراحه فما خالد بدره فما مهدي وفما زياد الجزيري. تكلمنا شكون قال لي تعطي رايك فني هذا اللي قاعد يقود في الطاوله كيما انت توقعت تسالني تقول لي تو اليوم من الهلال والاتوال اعطينا وجهه نظر الفنيه نتاعك كابتن شكون ترشح؟ قلت النجم نقول له تعادل ونبدا هكا شويه لا هذا ما نجمهاش. انا عشت في الهلال
ونعاود وقلت لهم دربت في الهلال وداير السعوديين اللي كانوا غادي موجودين كلهم يعرفوني كنت في السعودية ودرب السعودية ودربت الهلال جونيور لطوال وقت العام هذاك انا واحد من الناس ماهيش قنعتني رغم اللي ما نتبعش برشا الشامبيونات لكن نتبع الدوري السعودي حسنت كي جا روجي لومير هو روجي لومير معاهم وقتها تحسنت كي جا هو وقتها هو وقتها دو سيتي لا فان دا سيزون كي سني قال لي شكون ترشح قلت له رشح الهلال انا كرونيكور لكن شكون قال لك انا في قلبي ما نحبش لطوال تربح هذاك احساس اخر اما تو تسالني هو انا هاني ما نحبش نقول راني سبيرونس غدوه تلعب الكلوب والسبيرونس والكلوب افضل من سبيرونس نقول الكلوب تربح علاش تخليها في قلبك تقول نتوقع الهلال تربح اما انا راني نحب لطوال تربح علاش خليتها في قلبك لا جوني با دروا نقول هذه تراهدينا هذه تراه انا نعتبرها ترا انا نخدم انت ما حبيتش لتوال تربح وقتها لا كيفاش ما حبيتش لتوال كلام هذا فما كلام على مواقع التواصل الاجتماعي قل لي صحيح ولا غلط انا ما عارف صحيح ولا غلط قلت جنسيتي تونسيه مش جنسيه النجم تمنيت فوز الهلال هذا تقال ولا كيفاش قلت جنسيتي تونسيه ماهيش جنسيه جنسيه لتوال وفما حد سالني صحافي ولا لا سالتك اسكو صحيح ولا لا عمري ما قلت ما هو صحيح شنو جنسيتي شنو هي عاود تونسيه مش جنسيه شو انا قاعد السيد هذا باش يقول انا جنسيتي تونسيه هذا ما يعرفنيش من وانت تو كان تعرضني تقول لي شنو جنسيتك نحكي معاك ساعه تو بالتونسي بالاخر تقول لي شنو جنسيتك انت ظاهر تونسي معناتها ليه معناتها تقصد ما تحبش ليتوال معناتها لا من المستحيل معناتها ليتوال من المستحيل من المستحيل جميل باش نقول الكلام هذا هاي يا سيدي هاني تو خدش عندي في تونس تكلمتش كلمه خايبه على ليتوال اذا ثم واحد تونسي هم يسمعوا فيا ومن ليتوال كان يحبه تكلمتش حاجه خايبه على ليتوال اولا هاني في تونس ونتكلم تكلمتش حاجه خايبه على النادي الافريقي بصراحه سيدة ما يسمع فينا حد لا يسمع فينا بيني وبينك والله نقول لك اللي ثم تمنيت لتوال تربح انا هذا والله تمنيت علاش ليه شنو المشكله يعني هذا الكل اما انا ككرونيكور ووجهه نظري الفنيه اعطيتها بكل صدق لي سونتيمون ابار والعمل لابار صار كلاش وقتها بينك وبين زياد الجزيري في المغرش. لا ما صار حتى شيء وقتها بدات المشكله هاني باش نقول لك انا هو تغشش من حقه باش يتغشش زياد من حقه باش يتغشش من مانيش حتى تونس كامله من حقها باش تتغشش كيفاش تونسي عايش في ابو ظبي والهلال والاتوال يلعب ويقول الهلال انا نحكم سامحني الهلال خايبه تبع في الهلال تعرفها الهلال ليكيب محترمه جدا جدا معناها بكلها نجوم عالميه ما ربحتش ترجي ربح تراجي ولا لا ربحت صحيح زين علاش انا تحب اما وقتها سي ايفان تفكر لعبه ناقصه برشا من لاعبيه راهو انا نحكي لك على الوقت هذاك الهلال من افضل الجمعيات راهو في العالم العربي رد بالكم راهو عندنا عقليه هنا ما زلنا عقليه نتاع تونس لا هذوك ما كان نتاع القطره ولا حاجات احنا اقوى منهم وما اقوى منهم اما على ماتش كل شيء ممكن مش انت اقوى مني صحيح انت سالتني وانا قاعد في الطاوله نخدم وقتها نخدم ناخذ في راتب نجي نقول لك انا نكذب على روحي انا نكذب على روحي باهي شنو صار في الكواليس مع زياد الجزيري؟ دقيقة تو ما نجمش انا نقول لتوال تربحها شنو باش تزيدني انت يعني. وشنو باش تنقص لي كان ربحت لتوال لما نتكلم اي رايك كلمت رايك شو اذا ما تابش نقعد وعايشين بهالعقلية راني مانيش ضد لتوال انا كرونيكور نخدم عندي عقد مع قناة ابو ظبي الرياضية تكلمت وجهة نظري الفنية قد تكون غلطة كلامي مش قرآن كل تجربة فهمنا سلامة سؤال مهم جاوبت عليه قلت لي حبيت لي توالتي ربح هكا هاو باهي شنو صار في الكواليس مع زياد وقت بالعكس تصورنا عندنا شيء هاو زياد حي بالعكس فرحت بيه وإلى يومنا هذا راهو إلى يومنا هذا ولا كلمة تكلم قلت لك عليك كلام قاسي شوية في موزايك أنا تكلمت على هاي شنو هو قلت الشخص هذا ما نحبش نحكي عليه الشخص هذا جي فولو ايفيتي سامحني التحقير جي فولو ايفيتي لا ديسكسيون المشكله اللي صارت في القناه التاسعه وتكلم عن الترجي بالطريقه هذيك تعرف على شكون لوم انا لوم على طول الجورناليست ها توا نقولها لك مالك ولا واحد وقفوا باش يتكلم ما يصيرش هذا ما يصيرش تتهم في ناس او تحب نعاود نحكي في الموضوع توا يا سلامة اي نحكي فيه علاش تجبد لي انت في موضوع بعدش تقولوا باقي رضا البوراوي يحكي على لا نحكي فيه علاش ما نحكيوش انتم صحفيين لهنا فما ناس مايده كلام زياد الجزيري شكون الناس هذوم فما برشا مايدين كلام الجزيري ايوا فما اختلاف فما شكون معه فما شكون ضد ايوا في الموضوع هذا باهي اي خويا انت مسؤول في الترجي الرياضي
او مسؤول في النادي الافريقي او مسؤول في السياسات او مسؤول في اي نادي. بعد ما تبطل المسؤوليه وخلاص قاعد في دارك انت تسمع كرونيكر يقول اللي الترجي هكا وبيها وعليها وناس كل تعرف وتونس كان كلام صار كبير 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 ورشوه ما رشوه انت كنت بريزون. هو راهو يتهم تعرف شكون في الترجي وشكون يقول فيها الترجي رؤساء نتاعها. انا ما نقدرش نتكلم على رضا شرف الدين من المستحيل لو يكون معايا عمل حاجات ما انا عمري ما نحكي مع رئيس او نحكي مع رئيس على ضد النادي الافريقي هذا كلام ما يصيرش. نعطيك حاجه اخرى انا طلعت لابو ظبي عام 81 82 الكلام اللي نسمعه به في تونس على الترجي موجود غاديكا الى يومنا هذا الى يومنا هذا. علاش تشوه في سمعه ليكيب تشوه في سمعه الرجال بيني وبينك سلام شكون اللي يرتشي الحكم سيبورتير جاوبني عاد مش سيبورتير يرتشي الحكم مسؤوليا يشريوا الماتش صحيح ولا لا موجود في كرتنا هذا. انت قلت انا ماليش لا موجود اين اقول مثلا انت انا اقول ما نخافش انا نحكي على انسان وضح وتكلم حتى لو موجود سي اسلام حتى لو موجود بينك وبين شكري قولها له في قيوه قولها اما هكا علنا والناس كل تتفرج فينا ولا حد جاوبه وانا لومت ونعاودها جاوبوا شكري وقتها لا معليش ايش فيه وتو يعمل العمله هذه بتاع التصوير هو عمل حمله انت قعدت تقابلت معاه في التاسع عدد نعم تقابلت معاه في بلاتو في التاسع اخويا انت قابل معاه ويلزمني نشرب قهوه نشرب قهوه شنو المشكله كذبت كذب عليه انا صار كلام في الموضوع هذا في الكوليس تاع التاسعه تعرف علاش ما حبيتهاش لا ما صار بيني تعرف علاش ما حبيتهاش فما ناس يقول لك والله هذاك جاب لنا كاس افريقيا ايه اذا جاب لنا كاس افريقيا بارك الله فيه لكن سوبر مان باش يسب الناس ويتكلم مع الناس هو اعتذر اخوه ها والتسجيل اللي قلت عليه في البري في البريفي زاد مش برافو عليك برافو اعتذر باهي هو اعتذر في اي اف ام اي والثانيه اللي صوروها نحكي على الثانية على التسجيل اللي خرج جاي انا ما حكيتش على الثانية هو وقت اللي سالني حيدر قال لي قلت له بربي عفيني يا حيدر راه ما نحكيش عليه الشخص هذا علاش؟ خاطر ريسيديفيست عديناها نتاع حكاية شكري الواعر يعاود مرة أخرى ما نحبكمش تحبوا الترجي معقولة هذا الكلام هذا من جوار أي نعطيك حاجة أنا عم مجيد شتالي الله يطول عمره عاش عام كامل معايا أنا وياه كل يوم أنا وياه عمره ما جبت كلمة على الترجي ولا جبت كلمة على أي نادي هاو هزنا الكوب دي مونت سوبرمان معناتها باش خاطر انت جبت لنا كوب دافريك باش تخرج في بلاتوات وتتكلم الكلام هذا عيب براو في كلامك قلت اللوم المسؤول نتاع القناه بيان سور اللي مازالوا عيطوا له لا لا ما عيطوا له ما عيطولوش سير رفات مال على الاقل يعاقبوا على الاقل يعيط له ويقول له الكلام ما نعرفش عيطته ولا ما عيطوش جون سيبا اما انت صاحب القناه وقناه مشهوره وقناه عندها قيمه كومون تو بيرمي باش تخلي واحد يتكلمك اليوم تكلم على الترجي غدوه ينجم يتكلم على 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 الكلوب اسكو الكلام هذا اللي خلاك معاش اليوم تطلع في برنامج التاسعه؟ لا 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 ما عندنا حتى علاش ما عادش يشوفوك اليوم في التاسعه؟ اختياري منك انت مني انا مني عيطوا لك كل احترام كل احترام العادل وكل الزملاء سمير سليمي شو اسمه ناصر البدوي ناصر البدوي زياد عندي ما تعاركت مع حتى حد لا مع عادل ولا مع حتى حد انا ما يساعدنيش اولا نروح مخر بالليل نوصل لدار تقريبا ساعه ونص ماضي ساعتين وحاجات اخرين اللي ما يساعدونيش نحب نقل بالقدر قد يكون انا مرة تكون لي زلة لسان مع سمير ولا مع ناصر ولا مع زياد ونولي في مشكل قلت يزي فيه بالك انا عندي موزايك بحدا داري وانا رايك صارت قلقت مع شكون غادي لا 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 هاك انت ما تفرجت خاطر تقول لي قد تكون زلت لسان وما شنو علي انا ما نغلطش قد تكون يعني كان بالمبدا هذا ما عادش تحصل في حتى بلاتو تقول لا 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 ماهوش هذا السبب ماهوش مقنع السبب هذا سامحني سي ريفا اعطينا السبب الحقيقي والله لا فما شيء فما شيء والله راني نحلف لك لا صادق باهي ما عندكش وعبد البهلال عندك علاقه به؟ ايه اساله لسه ما تعاركتش مع حد ولا كلمتش مع حد ولا لا كل ما صارت هذه وانا في موزايك عاود جبد لي وقلت له اللي قاعد يقدم في البرنامج نهارده قلت له اعفيني حيدر اي قلت له اعفيني ماذا بيا قال لي اخويا كان عندك حاجات ما تحبش تتكلم يا اخي عاود سالني اون ديريكت قلت له خيني ما نحبش نتكلم عليه صاحبي راهو تو بالكش يا اختي كان نشوفه ما نسلمش عليه ولا ما يسلم لا ما عندي ما عنده شيء ما كلمك زياده لا ما كلمنيش باهي ما عندكش حرج سي رضا انك تقول انك مكشخ شوف
انا ترهدين خلينا نكلمك باللغه العربيه التونسيه. ثم حد جورناليست سبورتيف ولا كرونيكور في اذاعه ولا في تلفزه ما يحبش كره ما يحبش نادي؟ مستحيل. صحيح ولا لا؟ ثم ناس تعمل مكياج وتسكر كل ما نساعد ما نحب حد وما ندافع على حد. ما يتسميش مكياج، تسمى اختيارات شخصيه وتسمى قضيه في معرض الصحافه تتعامل مع الناس الكل، معناتها انت صحافي لهنا تتعامل مع الناس الكل كيف كيف، معناها ما تقولش انت تحب هذا تحبها في داركم تحبها مالك وبيه روحك. هذا ايش علمونا في اخلاقيات المهنه في معرض الصحافه؟ تقول لك الصحافيين. انت سالتك على محلل فني، شنو رايك في الموضوع هذا؟ هاني باش نجاوبك. نعاودها لك. امي ترجي رياضي. امك؟ امي. في داري ما عندي شكون يحب الاتوال في العائله، وعندي شكون يحب الافريقي، واصحابي اكثرهم من كلوب افريكا ومن الاتوال، هذه حاجه ما فيها شيء. لكن ايش قلت لك انا توا قبل ما تسالني السؤال هذا؟ قلت لك تبعني تبعني قد ما تحب، شهر شهرين عام عامين ما دامني حي، اذا تسمعني مره نغلط ونتهم نادي من نوادي تونسيه يجي حاسبني. اسبيرونتيست مش معناتها نكره الاخرين، لا لا، اما انا باش نولي عندي 14 جمعيه نتاعي ونحبهم لا لا، اما ما نظلم حد. حتى لو مثلا تسالني انت تو تقول لي مثلا شكون ترشح مثلا باش ينزل، ما فما فما نزول ولا ما فماش نزول؟ هذا السؤال اللي بعده. انا قلت لي شكون الجمعيه اللي غششتها؟ غششتي حتى تطاوين مثلا، ايه وتو مثلا بالزبط. قلت رشح تطاوين باش تكون هي الفريق اللي بيرافق الجي اس كا في الرابطه الثانيه العام الجاي، ومعها سيابي هما زوج شتي كيف في بالي، ايه معناتها لا تو مازالت 4 جورني ولا 5 جورني والبونتو تقريبا لبعضهم، واحد عنده 22 واحد عنده 24 ولا شنو. با انا كرونيكور، اش معناتها كرونيكور؟ تقعد على كرسي وانت تسال، وقلتها اون ديريكت، قلت من علاش تسال فيا كي تعرفهم باش يتغشوا؟ ما تسالنيش. ثم اللي يقول لا والله ما زالت هذا عنده ما ادري شنو، انا ما نعرفش اخويا، ما نعرفش نقول هذا، انا نحكم على الاداء نتاعك في الوقت هذاك، البارتين الاخرانيه ولا البارتين اللي قبل الاخرانيه، نشوف الاداء نتاعك سيء ولو حتى تربح، نقول لك انت مهدد مهدد للهبوط. اما باش نقعد انا اخويا الراضي 14 جمعيه ما نجمش. باهي لحظه عاد سامحني، تفضل تفضل. انا سبيتش حد، كي قلت مثلا سبيت لا ما سبيت حد ولا ولا تطوين، ما سبيت حد. انت سالتني والترشحات شكون ياخذ دوري وشكون يهبط، شكون ياخذ بطوله وشكون ما يهزش بطوله، موجود هذه في العالم الكل. ما تنجمش ترضي 14 جمعيه اخويا، ما تنجمش. صحيح. باهي سيدي ذا حكيت شلاغم. عملت لك شهرة كبيرة في الوطن العربي ذا. شنو؟ اكتسبت منها السوكسي نتاعك؟ لا أنا نادم. ما يلزم نادم؟ بيان سور نادم، ما شنو؟ تبعت لآخر جولة في البطولة نتاع الإمارات وخسرت. جابوا لي حجام حتى الاستوديو وإحنا داخلين البلاتو. خسرت خسرت. ماهيش لعبة، حلفت أنا. حلفت قلت الشارجة لو تاخذ دوري قسما بالله، حلفتها وقتها قسما بالله، هذوما لما نحجمهم ما تكونش تسرعت معناها. فشنو تسرعت؟ تسرعت في حكمك معناها وقتها. هذا يدلك لي انا صريح وجهه نظري المتواضعه، قد تكون صحيحه قد تكون غلط. نرجع توا للسي ابي باش تهبط ولا تطوين تهبط؟ ايكيب اي ما باش نحكي لك على الشارجة. أنا عندي 40 سنة عديت غاديك. 26 سنة نادي الشارجة ما خذتش البطولة. وطاحت مرة ولا مرتين للديفيزيون 2. نعطيك مثال على تونس مثلا، ما نحب حد يتغش. ديبيوت سيزون سنة، دوزيام جورني ولا تروزيام جورني، جيني سي اسلام تقول لي شكون مثلا باش ياخذ دوري البطولة؟ شكون ترشح باش ياخذ البطولة؟ السؤال هذا عيب يعني فيه؟ لا عادي. عادي. نجي نقول لك ثلاثة لأربعة اللي مستانسين ياخذوها. عادي ولا لا؟ باهي. هذه ماهيش مسانسه تاخذ شارجة، ماهيش مسانسه تاخذ. باه تحكم على دو جورني وربح دو ماتش نقول لك هذه باش تاخذ تيتر؟ اي مش دخلك لحظه شويه. هاني شايف هاني شايف ما يولي وش معناتها وقت نقول انا شارجة وتخلي نادي العين مثلا كيما تونس مثلا نجي نقول لك سليمان تاخذ البطوله. اي ونخلي الاسبيرونس ونخلي الكلوب ونخلي ليتوال ونخلي السيلت، مش الناس تضحك عليا. صحيح.
هكا ولا لا؟ كي تكلمت انا بصراحه قلت لك سليمان ما تاخذوش البطوله. تقول لي وكي تاخو؟ وعملوا لي شو اسمه هذا؟ يعقوب سعد دوخني وقت. لين وصلت نحلف. ولا تاخو هي شارجه تاخذ بطوله ولا العين تاخذ بطوله، مش يهمني انا. لكن هبلوني، نرفزوني، عايشوني على اعصابي، وانت ما تدري شنو، وانت ما تدري شنو. ندمت عليها؟ بعد ما حجمت ندمت بيان سير. واحد اليوم تعودها ولا ما عادش تعودها؟ لا لا مستحيل. لا. لا. شوف طالما انسان عايش الحياه مدرسه وتتعلم من اخطائك وتتعلم من اشياء اللي تكون ايجابيه فيك. دخلت للصفحه نتاعك في فيسبوك سي رضا، لقيتك في تدويناتك مناصر شرس لسليم شيبوب. كيفاه؟ ديما تبارتاجي الطلب تاع سليم شيبوب. نعم نعم نعم. خويا هذاك. عندك بيه علاقة؟ علاقة كبيرة. وهو باش نقولها توا. عاون برشا ناس بما فيهم أنا قبل ما نطلع الإمارات. نعرف سليم شيبوب ودخلت لدارو. وفطرت في دارو. سليم شيبوب وقت اللي كان يلعب الفولي بول في الإسبرانس. خويا ولتوا. للدرجة هذه؟ هاني خطك هاك مظلوم تعتبره اليوم؟ لا شوف الامور هذه ما نعرفش، اما نقول ربي يفرج عليه وربي يبين له حقه. امين، اذا كان عنده حق ان شاء الله ربي ياخذه، ان شاء الله ياخذه ان شاء الله. وحب عاون برشا ناس حتى مش بالاسبرانس. عندي هذا السؤال الاخر. تاثرت برشا خاطر لاحظت. نعم تاثرت برشا. طبعا طبعا حمد المدب كيف كيف. سلمون في الزنايدي كان بريزون في الزنايدي نعرفه زاد كيف كيف. سي عبد الحميد عاشور. سي ناصر الكناني الله يرحمه. هذا ما عشت معاهم انا يا اسلامي عايش خويا. هذا داري داري الاسبرانس داري. واضح. باهي كيف كيف تحكي حتى على السياسه وعندك ما عندك مشكل مع حركه النهضه؟ لا والله لا والله ما نعرف شيء. ما هذاك اللي برترش على غنوشي والله بغلطه قسما بالله. حتى تضحك عليا. انا ما نعرفش نعمل في هذا البورتابلوات وشنو. والله ما نعرفش. مازلت ماكش فاهم. اما شوف فما حاجه نقول لك عليها. انا ما نحبش السياسه. اما تعجبني كل مره يا اخي. شكون؟ هي شو اسمها؟ مريم عبير. عبير تتعامل في قلب السياسه. ما تقول لي ما تعجبك السياسه. لا تعجبني كي نسمعها تحكي تعجبني يا اخوي. انا توليت سياسي تو معناتها المراه هذه تعجبني. دونك عندك مشكل مع راشد؟ ما عندي مشكله مع الاطوال وعندي مشكله مع راشد. باه هكا نكملوا حوارنا معاك سي رضا. باش نبداو عندنا دي روبريك باش نكملوا بهم هكا بضحكه شوي. البدايه مع لوكويز. لوكويز مجموعه من الاسئله سي رضا، جاوبني في كلمه من غير برشا ما تفخم من برشا معناها في تعفيس. شكون تعتبر اليوم احسن لاعب تونسي؟ محمد علي بن رمضان. أحسن لاعب في تاريخ تونس؟ نور الدين ديوا. لاعب في بطولة تونس تشوفه قادر ينجح في أوروبا؟ توا حاليا؟ إي بن رمضان. شكون أقرب لاعب ليك؟ فما لاعب قريب لك؟ توا اللي يلعب هو؟ لا ما عنديش. أقرب مدرب ليك؟ مختار تليلي. مجيد شاتيلي. أقرب مسؤول ليك؟ أقرب مسؤول؟ إي. ما عنديش. أحسن جارديان توا شكون؟ أحسن جارديان؟ توا حاليا بتاع صفاقس ايمن دحمان. شكون احسن مدرب تونسي توا؟ فوزي بن زرت. احسن مدرب في تاريخ تونس؟ عم نجيد شتيلي. احسن اعلامي خدمت معاه؟ عادل بوهلير. المحلل الفني اللي يقنعك حاليا؟ طارق دياب. في التعليق شكون يعجبك؟ شوالي. أنا البرنامج تتمنى تخدم فيه؟ في تونس أنا؟ بصفة عام. ماذا بيا في تونس؟ هاي ميساج. إكسبريس اف ام. أنا البرنامج مستحيل تخدم فيه. لا لا. إذا جاتني الفرصة والجو يبدأ يتماشى معايا نخدم. نتشرف بالناس كل. أقوى جمهور في تونس؟ الفريق. تعرف علاش ولا؟ رغم اللي انت قلت لي مكشخ. ايوا علاش؟ قول علاش. ايوا تو كي كلمتني انت مثلا على سي سليم. اي واش قلت لك انا؟ قلت لك عامل مليح في حياته الخاصه هكا ولا؟ اي الجماهير نتاع النادي الافريقي من افضل الجماهير في العالم.
يا اخي انا نعطيك فلوسي وفلوس اولادي باش انا نروح ضحيه اخطائك انت؟ علاش قلت الجمهور الافريقي يا اخي راهو بصراحه يعني ما نجمش نقول على خاطر عملوا هالعمله هذه هالاطخات اللي عملوها على خاطر ممكن ما صارتش في نوادي اخرى كما النجم الساحلي كما الترجي كما صفاقس ما صارتش الحكايه هذه باش نقارن لكن وقت صارت هالمشاكل النادي الافريقي مليارات المليارات وتلقى الجمهور الفقير خاصه انا نشوف الفقير يدفع وبرشا غنيه ما دفعوش باهي بونتو يبقى في بالك طرق دياب ضد المغرب أكبر كاشي خذيته في العالم في أبو ظبي قديش؟ بالتونسي ولا بال بالتونسي 28 مليون تونسي فريق تمنيت له كان الدرب في تونس؟ إيه باش نقعد نكذب على روحي نقول لك الإسبيرانس ولا الكل منك نولي نكذب وقتها علاش؟ ما كلام فارغ خاصة في عمري هذا ولا قبل حتى قبل ما خممتش فيها اخويا يا سلام مستحيل خاطر شو الحمد لله يا ربي انا نؤمن بحاجة هو انه الانسان لابد يعرف حدوده يا اخي تو ما ثماش مدربين خارقين للعادة وما جاتهمش الفرصة باش تو مثلا نعطيك معين شعبي كنت جاي نلعب في جماعة اخرى مش في الاسبرانس يوصل لاني الاسبرانس خلينا بالمنطق نجم يوصل ما بطريقة طويلة ايوا تولي صعيبة العملية احسن لاعب في العالم تاو رونالدو احسن مدرب في العالم تاو معين شعباني احسن مدرب في العالم معين شعباني علاش؟ خاطر يفرحني تاو هذاك المدرب اللي راني في ريال مدريد ولا يدرب في برشلونه كي يربح يفرحني معقول ياس حاجه فيك ما تعجبكش ايه حاجه فيك ما تعجبكش ثاني شبيه كانت هذه لوكويز لوكويز اخر فقره في الحصه نتاعنا اليوم تريفا ليكيب تيب ليكيب تيب باش تعملنا تشكيله التاريخيه للكره التونسيه شكون نحطوا فيها جارديان احسن 11 لاعب جابتهم تونس في التاريخ عطوك على اليمين طرق ثابت على اليسار المرحوم غادي في العكس فلاكس خالد بدرة كريم حقي كريم حقي خاطر يخدم معاك مزايك اي ما يصير خلينا نسمع القفعة عادي في الوسط اي في الوسط بوعزيزي اي و تعمل السير لعب في الاسبرانس اسمه جوهر الناري وعياد يرحمروني ثلاثة هذم اي مازالوا ثلاثة فوزي الرويسي تميم الحزامي على اليمين ومجيد بن مراد على اليسار يا اخي مش قلت لي احسن لاعب في التاريخ نور الدين ديوا هي الله يرحمه عاد مات اي ما تحطوش في التشكيلة نحطوا لهم بلاسون توا كانت هذه ليكيب تيب ليكيب تيب يعطيك الصحة سي رضا شرفتنا بحضورك اليوم يعيشك نخليك في الاخر عاش كنت حاب ضيف حاجة والله قلقناك شوية شفناك حتى في الاخر بالعكس تشرفت ساعة باش عرفت خويا سلام ربي فضلك نحب نسألك أنا سؤال أنت سلام المدب اسمك أي شكون منك رشيد المدب وراوف المدب بتاع الطري لا ما يكونوش من بو تحس مازلنا في الديريكت راه سي رضا هاي أخوي مشكور وبارك الله فيك فرصة أخرى هذيك صح شكرا لك سيدة أبو راوي مازلنا مواصلين في زون ميكس حتى الخامسة متاع العشية.